سلام خالتي. السلام ورحمة الله وبركاته. كي دايره بخير؟ السلام عليكم كاملين والسلام على المشاهدين، ومرحبا بكم معنا اليوم. أتشوف واحد الوصفة جديدة تاني غريبة. شي حاجة جديدة ولا ما جديدةش؟ هي أنا لا انتي عندك انتي جديدة. هذي كيديروها، هذي كيديروها، كلشي كيديرها دابا. غدور اليوم داكشي العصري. شوية مرة نديرو لهم البلدي، مرة نديرو لهم شوية ديال العصري. والعصري راه ماشي كان شي حاجة سهلة يعني، حيت كنشوف اليوم المول ديال شي كراطان. غنديرو الكراطان المجعبة. هاهي كراطان المجعبة، هي سهلة 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 مهلة سهلة، خفيفة على البوطة، على القلب، على اليد، سهلة، ما فيها لا تمارة لا والو. ايوا انتم ديال المشاهدين، ومرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا بكم كاملين. وكيضليتوا اليوم مع المدرسه ومع الوليدات ومع الحباب كاملين، والله يسهل على الجميع، الله يسهل على الجميع. والحباب ديالنا والمشاهدين، جربتوا الطاجين ديال الشفرجل؟ كي جاكم راه غيجي زوين ان شاء الله يا ربي ويعجبكم، وبصحة والراحة للجميع. وواحد سميتو كيقولك ادعي معايا، ما عرفتوش الولد ولا بنت. الله يسهل عليك، إلا كانتي ولد الله يسهل عليك وينقط راك من الشوك، والله يعطيك شي أيام اللي تفرحك وتفرح جميع المسلمين، والله يسهل عليك. وكنتي مريض الله يشافيك، والله يسهل لك في داك الشيء اللي تمنيتيه في خاطرك. كي كان ولد كي كانت كي كان ولد كي كانت بنت، كانت بنيتها هي، الله يسهل ليها، والله يسهل عليها، والله يشافيها، والله يجعل ربي يسهل لها في داك الشيء اللي ناويه في خاطرها. انا راه باقي ما قريتش الكومونتيرات كاملين، ولكن شفت واحد الكومونتير كيقول دعي معايا، الله يجعل صدى ربي يسهل عليك ويحن عليك من عنده، الله يسهل عليك. هادشي اللي نقول لك، وما عرفت واش بنت ولا ولد، باقي ما قريتوش مزيان. الله يسهل على الجميع. انا كندعي معاك دائما دائما، غندعي. اش كنحتاجو دابا خالتي في المقادير؟ غنحتاجو الكفته، وكاين اللي كيدير لادان، كله على حسب كله شنو كيدير. انا اليوم درنا الكفته، وكاين اللي كيديرها بلاش، كاين اللي يديرها بلاش بلا الكفته، ماشي بالضروره. ماشي ماشي بالضروره. كاينه مطيشه بنتي، كاينه هنايا الثومه والربيع، كاينه مطيشه ديال الحك، كاين هنايا بنتي الفرماج، والعطريه هنايا كاينه البزار، كاين سكنجبير، كاينه مليحه، كاين التحميره، والملحه درتها قليله على حسب الفرماج مالح. كاين هنايا السحتر باش كنحكوه فوق منها. وهذه المجعبه، كاين اللي كيدير الفيس، كاين اللي كيدير ديك اللي دايره، كله واللي بغى، اللي بغى شي حاجه باش ما تشهاها كدار. وهذا كاين البيشاميل، وكاين طرو ديال الحليب، وكاين اللي كيديرها بنتي غير بالبيشاميل والحليب، كتسلق وكدرعها بالبيشاميل والحليب والفرماج يعني. ولا ما بغاش يدير كفته ولا ما بغاش، لا ما بغاش يديروا كاع هذا الشيء، هذا هاد العطريه هذه، غير الحليب والبيشاميل والفرماج صافي. وهاد المسلوقه صافي، هادشي اللي كيدير فيها ديال الحليب بوحدها. ودابا غندوزو ان شاء الله نوجدو هذا ديالنا. دابا الماء البرمه ها هي هنايا، دابا الماء غالي خالتي، دابا الماء غالي، ولكن دابا خاص البرمه ملي درتها كتغلى، درت فيها الزيت، درت الزيت ومليحه، درت مليحة غير شوية ماشي بزاف، شوية ديال الملحة وشوية ديال الزيت وشوية ديال الإبزار، غير شوية شوية باش طيب في المجعبة تجي لذيذة ما تجيش باسلة. دابا أنا غنطيحها باش تسلق، غنطيحها هي الأولى تسلق عاد نصاوب لها ثلاثة دغيا دغيا هي دغيا غتسلق، دغيا غتسلق هي الما طايب شعلنا عليه، عاد بدينا نهضر. بلاتي نحط نجيب ها هو، ها هي هادي درناها دابا كتسلق،
كنحركوها باش كتحل. دابا ها هي كتسلق وغادي نرجعو نوجدو دابا داكشي ديالنا، نحكو لاصوص. دابا غتبداي في مطيشة خالتي. دابا بنتي غادي نحكو مطيشة، نبدا نحكوها دابا. بسم الله نحكوها. نحكو مطيشة وعاد نصاوبو فيها كلشي داكشي ديالها. دابا حنا حكينا مطيشة هي محكوكة. دابا غنطيحو هادي ديال مطيشة الحك. ديال الحك هاهي غنطيحو هادي هي. وانتم المشاهدين راه ما قلتش ليكم شحال غندير فيها ديال الزيت. انا غنوريكم الزيت راه ما درتش فيها بزاف، راه فيها غير ربع ديال الكويس. هانتوما ربع كاس شويه ديال الزيت، يقدر ديروا فيها غير جوج معلقات كاع ولا الزيت. هذه هي لاصوص. دابا صافي درتي التوابل كامله، ها هما كلشي دابا مصاوب. ها هما دابا غنردهم تشحر. طيب نردوها طيب وعاد نكفيو عليها. غنردو تاني غادي نوريك الكفته كيفاش غندير لها، هي نطيبها. غنطيبها بوحدها عاد نطلقها فيها باش ما تجيش دايره، باش تجي زوينه. دابا شعلت عليها، هي غادي نخليوها دابا دابا طيب. والكفته حتى هي غادي نشعل عليها القطر هادي. دابا خاطر غندوز الكفته. غادي ندوز دابا الكفته. دابا ملي غادي نديرها طيب بلاتي غادي نوريك كيفاش غادي حيدي الكفته. ملي غنديرها هنا غنطيبهاش بالزيت. انا الكفته كلها كنطيبها بالماء، لا السوسيس ولا الكفته ما كنديرش ليهم الزيت. هانتي نص كاس ديال الماء هما كامل، لان هي فيها فيها الشحمه ما كنديروش ليها، كنهرسوها في الزيت بلا ما ديروا. واخا تكونوا كاع غادي طيبوها تشحروها كاع هكاك صبيعات، ديروا ليها الماء. ها انتم نص كاس ديال الماء في الكفته. دابا الكفته غنطيبوها بوحدها باش غنعكوها وتجي مفرطه طيبه زوينه. غنديروا ليها شويش ديال المليحه وغادي يطيب.
هنا شعلت عليها عندها شويش ديال مليحه قريصه ديال مليح غير شويه دابا ملي غادي تبدا طيب غادي نبدا هي كطيب وانا كنحرك حتى غادي تولي كلها زيت ما كتبقاش فيها داك الماء اللي خويت فيها غادي تنشف من الماء من الماء غادي طيب مزيان تجي زوينه تجي محمره بحال اللي مشويه كتجي بحال اللي مشويه هي دابا بدات كتغلى وغادي نوريكم كيفاش غادي تجي دابا الكفته هي كطيب ها نتوما يلاه بدات كتشد في الطياب ولاصوص راه واقيله وجد حيت ما غنخليوش يطيب بزاف كي باقي غيدخل للفران ها نتوما خاصوش ينشف نزيد عشويه وغنطفي عليه لاصوص غنطفيو عليه والمجعبه ديالنا ها هي كتسلق وبحال هكا نحطو كلشي في مره كلشي ساهل كلشي في مره كلشي يجي ساهل من بعد ما طيب الكفته وهذا غادي البيشاميل دابا حتى تنشف الكفته وتحمر عاد دوز البيشاميل عاد ندوز البيشاميل الخب حتى هو نردو يطيب بغيت الحليب على البوطه ونقاد حتى حاجه ما صعيبه كلشي ساهل خاص عالي يتحرك غنخيو على الكفته تطيب ها نتوما شتي كي كتحب دابا غادي طيب تتحمر وتولي كلها زيت الصوص ها هو كيطيب قريب نخفو عليه ما نخليوش هو يتحرق هذه حتى هي كنعطيوها التحريك باش حتى حاجه ما نخليوها تشد هي هاد الشيء كيطيب الفته لاصوص غنطفيو عليه دابا ها لاصوص هذا طاب غنطفيو عليه أنا طفيت عليه هذا طفيت هذا طفيت عليه سالا الكفته باقا الكفته غنخليها حتى تنشف هانتوما الكفته بدات كتنشف هي غادي كتنشف غادي كتنشف الكفته ديالنا دابا ها هي الكفته نشفات كنحركها باش ما تحرقش دابا هادي ما فيهاش العطريه فيها غير شويه ديال المريحه حمرت طابت مزيان دابا خضرت القياس دابا اللحم ديال الكفته طاب حيت درت فيه داك شويه ديال الماء طاب مزيان دابا هاد الطريقه هادي في اي لي بات درتو بغيتو ديرو ليه الكفته كديرو ليها التشرميله ديالها واحد شويه ديال الطماطيشه الزبيب وكديريها سباكيتي ولا كلشي دابا شي نهار نطيب السباكيتي ولا الشعريه ندير هاد الكفته نوريكم كيفاش كنديروها حيت ما يطيبش معاهم في المطبخ دابا ها الكفته ديالنا نحطها نبقاو نحركو حيت المقلاة سخونة هي الريحة ديالها بحال الشوا بحال تشوات دابا غادي نزيدو الحليب والبيشكيل
هادي خويا شربتو على العافيه. دابا الحليب ها هو خويناه، دابا خويت الحليب، دابا غديري الحليب يسخن. دابا غندير الحليب يسخن باش نحط فيه الفيشه. دابا غير يبدا يسخن الحليب غديري البيشاميل. ندير البيشاميل وغنجيب السويته باش نطلقها. دابا خاطي غديري البيشاميل، دابا غنديرها. دابا الحليب هو بدا كيسخن شتي، دابا غنجيب نخوي نتحرك. ودابا غادي ندير شويه ديال الزعتر عليها، هادي نحط شويه الزعتر. هانتي ودابا غادي نبداو نحركو، ما نحبسوش حتى تعقد. القوديه كت كل كاين كيبغى شويه جاريه، كاين كيبغى عاقده، على حسب شحال ديال الحشوه. خليها دابا هانتوما، ها هي عقدات ولات خاطره. هنا طفيت البوطه، هانت شي تقالت ولات خاطره وثقيله. هانتوما هانت شي، وكاين اللي كيبغي يعقد اكثر من هكذا راه كيزيد يخليها شويه على على حسب الحشوه. على حسب يلا دابا ها هي، دابا هي واجده. دابا خالتي غتخلطي، دابا غنخلط ان شاء الله يا ربي. وراه غسلتها بالماء بارد، طلقت عليها الماء بارد، شلتيها. شلتها بالماء بارد حتى بردت. دابا غديري لاصوص. ندير لها لاصوص ديالها. دابا راه درت سميتها الماء بارد حتى ملي سلقناها راه طلق غسلناها بالماء بارد باش ما كتلصقش. انا بالنسبه لهاد الكميه هادي، هذا كيلو ولا روب درنا فيه طرو ديال الحليب. بالنسبه اللي يدير رابعه ولا يدير شي حاجه قليله يدير السيترو يطرو. فبحال دابا هكا كيلو داك السيترو صافي، ماشي بالشرط يدير بنادم. دابا حنا كنخلطوها، خلطتيها. دابا ها هي مخلطه كامله، خلط فيها القمه ديالها. دابا غندير المول هو هذا، غنديرو واحد معرفه ديال بيشاميل بحال هكا في القاع ديالها. هي كاش شويه باش كت شويه، اما هي راه غادي تهبط ملي غنخويها عليها غادي تهبط. ديرها شويه هكا لتحت وعاد غنهزو المغرفه. النص ديال الحشوه غديريه دابا في الاول. دابا في الاول المول راه كبير. هانتي دابا غنديرو الكفته، النص ديال الكفته. غنديرو النص ديال الكفته ونص غير في الاخر. تمتي مغرفة صغيرة على حسب كلها وقياسه كلها وشحال غيدير. دابا غادي نكملو. الله المول هذا راه كبير، واش درنا فيه هادشي كله. نقادوها بحال هكا باش تجي مقاده.
نرشوا عليها شويه ديال الكفته. دابا غنديرو هاد، دابا بسم الله توكل على الله. هانت نمشيو معاها مع الجناب ديالها مع كلشي حتى باش تغطى كاملة، نجيو معاها كاملة هكا باش تغطى. لاصوص ديالها كلها احنا خويناها كامله. دابا غنقادوها باش تجي كاع كامله مغطيه. صافي احنا كنوجدو فيها دابا الفران، خليها على الفران. دابا الفران كتدخلها غير كيتسمى الفرماج صافي وكتخرجيها. دابا غنديرو الفرماج بسم الله. دابا درتي الفرماج، دابا حنا غطيناها بالفرماج، الفرماج الاحمر هانتوما حنا غطيناها به كامله. فين كيبغي يدير الموتزاريلا راه يديرها، اييه اللي بغا كلها، واللي بغا بنيتي شي حاجه ديرها كلشي. قلت لك خاص عاد بنادم قالك اللي يتحرك خاص كلشي ساهل. دابا ندير شويه د الزعتر نحيد هكا كنحك بحال هكا عليها من الفوق هكا تدخل الفران. دابا الصلاه غنوريوكم كيفاش جات ان شاء الله يا ربي. دابا غنشوفو الشكل اللي هائل في الفران، في الفران دابا غندخلها للفران، الفران عادي ديال الدار ماشي الفران. هانتوما ها الزعتر، دابا بعد ما تسخن ندخلها للفران، ندخلوها دابا غندخلوها للفران وغنوريوكم الشكل النهائي، الشكل النهائي كيفاش جاتكم. ونتمنى تعجبكم ان شاء الله يا ربي، وتجيكم خفيفه على الخاطر وعلى القلب وبصحه والراحه. ونتمنىكم ديروها وتجربوها وبصحتكم. دابا يا دابا ها هي وجدات ديال الكراطا ديالنا، وجدات اياه الكراطا ديالنا وجدات، ها هي واجده. نتمنىكم تعجبكم ان شاء الله بصحه والراحه وطولة العمر. احنا وجدناها دابا، انا جبتناها من الفران. ايوا غنوريكم كيفاش جات، كيفاش جات. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله بسم الله. اوه شنو المشكل اصلا كتهز وكت هانتوما كيفاش جات، جات غزاله واللي كتوحم تسمح لينا. ها نتوما الكفته كيفاش كتجي باينه وسميتو. ها نتوما الطماطان ديالنا كي جات وبصحه والراحه. ونتمنىكم ديروها ان شاء الله يا ربي وتعجبكم وتجيكم الطريقه ديال الطريقه ديال ام رشيده، ديال امكم رشيده. وقبلوا عليا ايوا هذا العرف ديالي وبالصحه والراحه. ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجيكم خفيفه على القلب.